كنا ندرس هناك في الجامعة، والمهم هو إننا إجازة شهر رمضان بالضبط، وإننا بعد الامتحانات ما قلنا غاية ما نرجع ونمتحن بالمرة بعد يومنا كنا أو حصل. الجو طبعا كتروا من جيراننا، من جيران خربوا بيوت وسامعين اصواتهم برضه، او في زاويه كان بخرب مننا مباشر كنا بنصلي فيها برضه، كتروا في ناس جوا في المسجد في نفس اليوم برضه. احنا برضه في داخلنا كان هنا قافلين الباب من جوا، وهنا كنا شباب كتار يعني قرابه كم 40 كم 50 شاب في الداخليه. زي ما حصل عندهم ناس في جويل بيو والسفلين بيو كان دفع ده بداية المشاكل، بيو والسفلين بيو شفيو. المهم بيو بار البيو بنتهم وبار نلقى البيو بكتهم بخشبان هبو اللي قوه فيه وقتلوا صغير كبير كان نساوين، وعينا قايد يعني كم مرة كده مرتين أو اسم رجوع بيو بروب لينا باب. وعندها جانا الطلق دي بتجي معاشة طايشة تبوك في الشباك في الباب بتاع الدوشكا قد تديقة بتاعة الموية الحمامات، يعني ما بتقدر تطلع من 6 صباحا ل 6 مساء انت موجود جوا، الهرم دي شغالة من 6 ل 6. ده بيوت المساخين يا جماعة، شوفوا شوفوا النار جوا بلحب كيف، شوف النار ده جوا داخل البيوت، شوف النار ده. مرات من نقول مشتركين بين الجندويت والمواطنين نبدا انا بيناتهم نمشي ونجي 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 كده، المهم مواد يقاسوا ونقول انا وين وهنا في الراب يوم كتبت كم بساري يوم الخميس رحنا مشينا بالليل مشينا يا السلام يا السلام بقى، وهو كان بيجينا امور ما يعرفوا يعني جوا حاجة بقيت جيراننا اللي خارجة فتحوا خشوا جوا في جزء كتروهم وفي جزء جيران يا نطوا الأسوار حربوا ومشوا وحربوا البيوت الجيران كلها يمين وشمال وقريب مننا يا هو راح يجي الخراب. يوم بعد ذاك هو بعض الشباب قال ينتقلوا من هنا يمشوا داخلية يتوزعوا بالليل نفس اليوم خراب يوم بالليل برضه، يعني الشوارع فيها ميليشيات دعم سريع وكده وفيها بوابات وكده اللي تدفع بعد ذاك بتمشي يعني. أقف هذا المحشر، أقف تعال زول ده فتشو ده زول زول ده محشر. هاي تعال عندك حاجة طلع 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 أي حاجة الفجة بقى. يسألوك أنت من هاتو كيان وتابع لوين وجاي تعمل شنو وبتاع، وبعد في صعوبة يعني يشيلوا التلفونات يشيلوا قروش يجلدوا الناس، وفي ناس يقتلوهم. أنت جاي في الشارع بتلقى جثث في الشارع بين 3 نفر، تم قدام تلقى 4 نفر، يعني جثث اتحللت في الشوارع. يمكن انحرف عربيه قدام كده يعني هنينا دفعنا لها مقابل انه جنود تحريص هنينا، بعد ذاك العربيه قد مرت يعني الحرس منه ذاته من الميليشيات دي، الحرس منه ذاته يعني تقول لي مبلغ معين كده اعطينا بعد ذاك. يعني انا وصلت في الدرجة انه يعني ما 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 في تلاقي اي حاجه يعني نهب وبتاك والتشرد، يعني ما قدرت أفهم أي حاجة. وجيت من جديد وصلنا 140 نفر وصلنا 17 نفر. هسه عندنا في أكري هنا عندنا في الحريم، الحريم قابل يجينا في المياه الخالي والحريم بلا هسه مدور، وبعدين الأهل بغادي ذاته يعني في المياه برضه هسه حاليا ذاته يقولون تلفون ولا شبكة هم ذاته مع بداية جينا كان في صالة في شبكة كان، لكن هسه حاليا ما في أي شبكة يعني الأهل ذاته احتمال يكون جوا في المعسكرين وهم هنا ما عارفين بالله، والأهل ذاته الأهل ذاته كلهم يعني شتتوا تفاصيلهم ما معروفة ما لاقينا أخبارهم، جزء بعدين في أرمودا وفي جزء مفقودين وجزء يتوفى، يعني الوضع صعب شديد. الطلبة هنا اللي كنا في الداخلية يعني ولايات مختلفة الولايات، يعني جزء من دارفور وجزء من
فاجر وجزء من مورني وجزء من داخل مدينة الجنين. هم الطلبة هاي بعد ما أسرهم هني نجينا بجاي كمانين نفر ولا كم نفر قاعدين بجاي وبغادي برضو بغادي من أخواننا برضو هناك. هم كده يعني قاعدين هم مجاسفات من الجيران وكده. الجيران اللي حتى هم قاعدين يتقبلوا عليهم ملوا منه يعني وجبة بيجي واحدة بس وجبة الرئيسية اللي هي لعبنا شباب هميسة حوالي 8 نفر يورو خرفتنا واحدة دي يعني حتى في ناس بنوموا برا بدون ملايات بدون بطاطين وباخد موية ذات واحدة والاثنين اللي انت جايبهم. الوضع هنا في عدرة والله بالنسبة لنا احنا كطلبة والشباب اللي معايا يعني الوضع مأساوي جدا وما لقينا جهة يعني بترشدنا ولا بتدينا الدليل انه نقول لنا مثلا تورينا على الأقل الخارطة يعني إحنا مستقبلنا جنوب مصير مجنوب. فمن هنا أنا بناشد كل المنظمات الدولية منظمات المجتمع المدني والإنسان إنه تقف معانا. أنا ضيعنا عمرنا كله يا أخي، هسي واحد عمره 25 سنة كله يعني ما أنجز أي شيء يا ده بس في السنة الأولى في الجامعة. واحد داري حقه أهله كمان.